يعتبر مصطفى أمين أحد عمالقة الصحافة المصرية والعربية، حيث ولد في 21 من فبراير عام 1914. كان والده أمين أبو يوسف محاميا كبيرا، أما والدته فهي ابنة أخت الزعيم سعد زغلول. ومن هنا انعكست الحياة السياسية بشكل كبير على حياة الطفلين مصطفى أمين وشقيقه علي، حيث نشأ وترعرع في بيت زعيم الأمة. سافر مصطفى أمين إلى أمريكا لإكمال دراسته، فالتحق بجامعة جورج تاون ودرس العلوم السياسية، وحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية مع مرتبة الشرف الأولى عام 1938. كانت الصحافة هي العشق الأول لمصطفى أمين وكذلك شقيقه، وبدأ العمل بها مبكرا، وذلك عندما قدم معا مجلة الحقوق في سن 8 سنوات، والتي اختصت بنشر أخبار البيت. تلا ذلك إصدارهما لمجلة التلميذ عام 1928، وقام فيها بمهاجمة الحكومة وانتقاد سياساتها، فما لبثت أن تم تعطيل إصدارها، أعقبها صدور مجلة الأقلام والتي لم تكن أوفر حظا من سابقتها، حيث تم إغلاقها أيضا. الفلاح الحافي لا يقل أهمية عن الوزير لابس بدلة التشريفة، بمقدار حبه لوطنه ومقدار قيمته في البلد. وأصدر مصطفى أمين عددا من المجلات والصحف، منها مجلة الربيع وصدى الشرق وغيرها، والتي أوقفتها الحكومة نظرا للانتقادات التي توجهها هذه المجلات والصحف إليها. شهد عام 1944 مولد جريدة أخبار اليوم بواسطة كل من مصطفى وعلي أمين، وكانت هذه الجريدة بمثابة الحلم الذي تحقق لهما، وبدأ التفكير بها بعد استقالة مصطفى من مجلة الاثنين، حيث أعلن عن رغبته في امتلاك دار صحفية تأتي على غرار الدور الصحفية الأوروبية. وبالفعل ذهب مصطفى أمين إلى أحمد باشا رئيس الوزراء ووزير الداخلية ليتحدث معه في الصحيفة الجديدة، وطلب منه ترخيصا لإصدار صحيفة سياسية باللغة العربية باسم أخبار اليوم. وبدأ مصطفى في اتخاذ الإجراءات القانونية لإصدار الصحيفة في 22 من أكتوبر عام 1944، وجاء يوم السبت 11 من نوفمبر ليشهد صدور أول عدد من أخبار اليوم، لخصت اسمه وقصة كفاح صحفي تصدى للسلطة ونجح في صناعة نجومية كبيرة بعد الانحياز للقارئ. وبدأت العلاقة بين سلطة 23 من يوليو عام 1952 وبين صاحبي أخبار اليوم بداية درامية، فقد اعتقل يوم الأربعاء 23 من يوليو عام 1952، وخرجت العناصر المعادية للتوأم أخبار اليوم. ولكن مساء يوم 26 من يوليو عام 1952 لم توجه لهم السلطة الجديدة أي اتهام. وقد كان لمصطفى وشقيقه علي العديد من النشاطات الخيرية والاجتماعية، فنفذ مشروعا خيريا أطلق عليه ليلة القدر، كما كان صاحب الفضل في ابتكار فكرة ما يسمى بعيد الأم وعيد الأب وعيد الحب، بالإضافة إلى مسابقة علي أمين ومصطفى أمين الصحفية. وتوفي مصطفى أمين في 13 من أبريل عام 1997.